بداية تداعيات العقوبات الأمريكية على فلاي بغداد كما تعرف، أولها تجميد حساباتها في 3 مصارف رئيسية. هل يعني ذلك برأيك بداية تقييد لحركة الشركة المالية؟ فضلا عن ذلك، ما الذي يترتب عليه؟ شكرا جزيلا. الحقيقة هذه العقوبات ليست العقوبات الأولى التي فرضتها الخزانة الأمريكية على الأنشطة الاقتصادية في العراق، يعني سبقتها 3 أنواع من العقوبات. كانت مصرف في عام أعتقد في عام 2019، 4 مصارف في عام 2021، و14 مصرف في عام 22 وفي 23، والآن وكنا نتوقع أنه ستزداد قائمة العقوبات وستشمل أنشطة أخرى غير مصرفية وستشمل شخصيات أخرى. طبعا هذه العقوبات ليس بالأمر السهل، يعني احنا شفنا المصارف بمجرد الإعلان عن أنه هذه المصارف وضعت تحت طائلة العقوبات من الخزانة الأمريكية، توقف تعاملها بالدولار، تم تجميد أرصدتها الدولارية ومنع التعامل بالدولار، صح البنك المركزي سمح لها أن تتعامل بالدينار وبالعملات الأخرى، لكن الحقيقة أثرت على أنشطتها بشكل كبير جدا. فما بالك في شركة رديفة إلى شركة الخطوط الجوية العراقية وتوازيها بالأنشطة ولديها أيضا رحلات خارجية. فأنا أعتقد أنه يعني هذه العقوبات ربما ضربت في مقتل لهذه الشركة، يعني تجميد ضربتها في مقتل. هل يعني ذلك دكتور يعني يوم أمس أنا كنت أنها ستفلس مثلا؟ نعم. ستغلق أبوابها أمام المسافرين، لن نرى فلاي بغداد مجددا برأيك؟ والله أنا اليوم أمس كنت أتابع الأخبار، يعني أعتقد في المطارات السعودية منعوا تزودها بالوقود، منعوا طائرات فلاي دبي تزودها بالوقود، والآن في تقريركم الكريم ذكرتوا أنه المسافرين غاضبين في مطار بغداد لأنه تأخرت ولا يوجد مبرر، رغم أنه أنا قرأت البيان اللي صدر من شركة فلاي دبي تحمل المسؤولية إلى سلطة الطيران المدني باعتبار هي المسؤولة عن التفتيش وعن النقل وعن الشحن، ولكن هذا الحقيقة غير مبرر. أنا أعتقد أنه هذه الشركة طبعا حتى المقاضاة القانونية يعني يفترض أنه ترفع دعاوى أمام القضاء الأمريكي، وهذه تستلزم إجراءاتها ربما سنوات حتى ممكن أن تثبت أنه هذه الشركة كانت متهمة وغير معنية بالتهم الموجهة إلها، وبالتالي أنا أعتقد خلال هذه الفترة ممكن جدا أن تتعرض إلى الإفلاس. نعم. طيب، ما هي المديات التي يمكن أن تتوسع عليها آثار العقوبات الأمريكية على شركة فلاي بغداد غير ذلك، غير قضية تجميد 3 مصارف رئيسية؟ إلى أي مدى يمكن أن تذهب الولايات المتحدة تجاه هذه الشركة فقط تتحدث؟ هو الحقيقة أنا تقديري أنه هذا بالون اختبار، لأنه تعرف أنت التحذيرات كثيرة كانت للحكومة العراقية بضبط الأمن وعدم استهداف المصالح الأمريكية والقواعد اللي موجودة، ومسألة الانسحاب يعني هذا الأمر محتاج إلى على الأقل بعد إنذار الحكومة العراقية للجانب الأمريكي يحتاج إلى سنة حتى ممكن أن تخرج القوات الأمريكية، لكن الاستهداف المستمر أنا أعتقد ربما هو عجل بهذا البالون. هذا ممكن أن يتبع تبعات أخرى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تستند إلى مجموعة من قوانين تخولها فرض مثل هذه الإجراءات، خاصة قانون سوبر 301، وأعتقد هناك أيضا قانون خول الرئيس الأمريكي والكونغرس الأمريكي باتخاذ مثل هذه العقوبات، تبدأ بالإجراءات المالية والقيود المالية وتنتهي بالحصار الاقتصادي، وإحنا مرينا بالحصار الاقتصادي. العقوبات الاقتصادية واحدة منها، ممكن أن تشمل تجميد الأموال اللي تتعود إلى الحكومة العراقية، ممكن أيضا استثمارات البنك المركزي، حرماننا من التعامل عن طريق منصة السويفت، أيضا إبعادنا من إمكانية الاقتراض من المؤسسات الدولية، لأن تعرف أنت الولايات المتحدة الأمريكية مهيمن أساسي بأكثر من 25% من القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أصلا تقدم مساعدات وبما يخص المؤسسة العسكرية سواء كان للتمويل التدريب أو الأجهزة الاعتداء ومتعلقاتها بما يتعلق بالأسلحة الأمريكية. بالتالي أنا أعتقد أنه القرار ليس سهلا، التعامل مع مثل هذه القرارات يفترض أن يكون بحساسية عالية بما يخدم مصلحة الطرفين، وإلا الخاسر الأكبر هو العراق وشعب العراق. من نعم. بين الخاسرين، وسيما أنت قبل قليل قلت أن ذلك هو بالون اختبار تجميد
الفروع الثلاثة أو المصارف الرئيسية الثلاثة. برأيك هل هنالك مؤسسات بارزة بعينها إن لم ينجح بالون الاختبار الأمريكي ستذهب باتجاهها الخزانة الأمريكية لإصدار مزيد من العقوبات غير فلاي بغداد لم يلتزم البقية؟ أنا أشرت إلى أوسع من ذلك، أنه بإمكاننا نجمد أرصدة البنك المركزي، حرمان العراق من الدفعات المالية اللي تلقاها بالدولار الأمريكي، ممكن أن تشمل شركات النفطية، ممكن أيضا أن تتوقف عن استيراد النفط العراقي، إحنا نصدر لها بحدود 400,000 برميل يوميا، فهذا الرقم ليس بالأمر السهل على العراق، لكن هي من السهل جدا أن تعوضه من جهات أخرى. أنا أعتقد أنه ستشمل، وصرحت أني بعد ما عاقبوا الـ14 مصرف أنه هناك قائمة جديدة ستشمل أشخاص، وأعتقد هم بدأوا بها، لأنه واحدة من الشخصيات الموجودة أيضا طالتها العقوبات، أعتقد النائب حسن مونس أيضا سمعت أنا أيضا طالتها العقوبات، وبالتالي ممكن أن تتوسع هذه العقوبات، ربما تشمل كيانات اقتصادية، ربما تشمل كيانات سياسية إن استمر الوضع بهذا الاضطراب. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات دكتور عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي، كنت معنا.